السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، نبدأ بفضل من ربنا ونعمة مع البخاري السراع. أحمد، ما في وقت السراع، لنا بركة في الوقت إن شاء الله. ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارض عنا وشفعنا وعن المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وما زلنا مع كتاب التمني، قال رحمه الله: باب تمني القرآن والعلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة، قيل ما كان يحفظ القرآن، والصحيح هذا كلام باطل كما قال الذهبي. قيل ما كان يحفظ القرآن، وقيل كان يحفظ القرآن، والصحيح أنه كان يحفظ القرآن، وهو ثقة ثبت أمين في ذلك. تفضل. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي، ومن الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران: فإذا جاءك الأعمش عد عليه بالنواجذ. إذا جاءك الأعمش واجب عليك أن تعد عليه بالنواجذ، لا سيما إذا قال: حدثنا، أخبرنا، أنبأنا. قال: عن أبي صالح. أبو صالح، نعم، وهو ذكوان الزيات. ذكوان الزيات ثقة ثبت أمين، نعم، من أفضل الناس، نعم. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس عقدا لمجالس التحديث. نعم. أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. قال: ورجل آتاه الله مالا ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. قال: حدثنا قتيبة. قال: حدثنا جرير بهذا. نعم، وهذا الحديث فيه أيضا كما قلنا مطابقة الترجمة بالأصل، مطابقة الترجمة بالأصل في هذا الباب هو تمني القرآن والعلم، ولذا وهذا يستنبط، يعني المطابقة هنا على إما على اللازم وإما على الاستنباط، لأنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي فلان لفعلت. هنا التمني لو، بالتمني باللو، هنا لو أوتيت مثل ما أوتي فلان يعني لفعلت مثل ما فعل فلان، يبقى هنا هذا التمني هنا، وده المطلوب اللي هو الحسد. الحسد يقال الحسد المستثنى الذي يقال فيه الغبطة، حسن الحسد المستثنى هنا يقال فيه الغبطة، وهو عدم تمني زوال، عدم، الله يرضى عنك صادق الوعد، لا حسد، يعني هذا المقصود به الغبطة. الغبطة هو عدم تمني زوال الخير، لكن تمني أن يؤتى بالخير ويبقى الخير على صاحب الخير. لا تحسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن، وهذا الحسد حقا أن يكون من خاصة الله ومن أهله، لا يكون قارئا، بل يكون قارئا حافظا فقيها عاملا محكما لكتاب الله جل في علاه. لذلك قال: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. وقال: رجل آتاه الله القرآن، قف، لو كان كذلك لم يكن الحسد فيه بحال من الأحوال، لأنه سيكون من أول الداخلين في نار جهنم. فالوصف هنا آتاه القرآن، وش الوصف الذي يكون فيه التحسد في هذا الباب؟ قال فهو يتلوه آناء الليل والنهار، هذا هو الوصف الذي جعل الغبطة تكون فيه، هذا الوصف الذي جعل الغبطة تكون فيه. رجل آتاه الله القرآن، فقط آتاه الله القرآن، كثر ممن يحفظون، كما قال ابن سلم أو قال ابن مسعود، قال يأتي زمان الناس يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء. الحفظة في ولد 6 سنين هندي يحفظ القرآن لا يعقل شيء، لا يعقل البسملة، لا يعقله. أنا ليس عجبي أن يحفظ الأعاجم القرآن أو يتعلم الأعاجم العربية، أنا عجبي الذي أذهل عقلي أن الأعاجم يحفظون العربية فهما ويتقدمون على العرب بمراحل، ليس فهما، وإن نطق كنطق الروبوت مثلا أو غيره، لكنه مشكلة كبيرة جدا أن يكون متقنا هذا الإتقان، فاهما هذا الفهم حتى يصل إلى درجة الاستنباط. هذا والله يذهب العقل، يذهب العقل لهذا الباب، أمر لا يمكن أن يتصور، إلا أن يعلم فضل الله يؤتيه من يشاء، يعد الله أناسا يصطفيهم، يعني من وسط البرك، البراكين، براكين بتغلي
والله جعلها يخرج الماسة تتلألأ أو يخرج أحجارا كريمة تراها تتلألأ في سماء الإسلام، مش في سماء الدنيا، خاصة في سماء الإسلام. أمر يجعلني على يقين أن الله يعد لدينه، والدين منتصر. بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال ولو أتيت مثل ما أتي فلان، يعني هنا أنية للرجل أحسن من عمله، هو الآن كتب أنه أتي مثل ما أتي فلان وفعل فيه مثل ما فعل فلان. إذا أراد الله بعبد شيئا إما مكنه من الفعل أو مكن قلبه من تمني الفعل، إما مكنه من الفعل أو مكن قلبه من تمني الفعل، وهذا أفضل ما يكون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفوائد المستنبطة: تمني النعمة مع عدم زوالها للمنعم عليه ليس حسدا، هو غبطة، أو يقال من حسد المستثنى. يعني ليس كل من أوتي القرآن ممدوحا، بل من قام به ليلا ونهارا. الفائدة الثالثة: نية المؤمن خير من عمله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.